العظيم يا رب. كل مرة يما. ايه ده، في ايه الاخر كده؟ لا عادي يا حبيبتي، لا تأخير ولا حاجة. هم 12 كيلو بس اللي مشيتهم، يعني مش حاجة. 12 كيلو؟ ليه، هو ما كانش فيه مواصلات؟ لا كان فيه مواصلات طبعا، بس طالما الواحد فيه صحة ما يمشي. لا عادي يعني، بس انت كان ممكن تركب مترو ب 3 جنيه، تبقى هنا اصلا في 10 دقايق مش حكاية. وعلى ايه البعزقة ديت؟ مش مستاهلة. المهم انت وحشتيني خالص. انت كمان يا حسن. تشرب ايه بقى؟ يعني انا قاعده من بدري مرضتش اشرب حاجه غير لما تيجي علشان نشرب سوا. لا اشربي انتي، انا شويه كده. طيب خلاص لو سمحت. مساء الخير يا فندم. تحب تطلبوا حاجه؟ ممكن اعرف ايه عندك هنا تاكل الغدا؟ غدا في تشيز برجر حلو جدا بجد. في اللهم صل على النبي، في تشيز كيك حلو قوي، وفي تشيز بس. تشيز ايه بس يا استاذ؟ انت ما تحترم نفسك ولمي نفسك. امال ايه دي؟ ايه فندم فراخ جبنه؟ معلش احنا اسفين. طيب خلاص بلاش غدا يعني. طب في ايه تشرب؟ يتشرب بقى في كل الحصاير. طيب ممكن اعرف؟ في جوافه وفي كمان برتقال وفي مانجا. طيب خلاص واحد مانجا. مانجا دي اللي في فبراير دي، تلاقيها متخزنه وحشي، شوف حاجه غيرها. حضرتك تقصد عشان المانجا الموسم بتاعها في الصيف؟ لا حضرتك، احنا المانجا بتاعتنا بنستوردها من استراليا، وزي ما حضرتك عارف ان استراليا دلوقتي صيف، فاحنا مانجتنا تمام. بص هجيب لحضرتك كوبايه عشان تجرب. لا هي واحده بشفطتين. نعم ايوه واحده بشفطتين يعني. خلاص يعني انا مش عارف. لا بص حضرتك، في رولز للمكان، لازم تطلب حاجه. رولز للمكان، امرنا لله. هات لي ميه سخنه يا سيدي. ميه سخنه؟ انت هتولد؟ هات لي يا سيدي ميه سخنه. انت هتطقشني ولا ايه؟ ولا انا برضه مش فاهم حضرتك عايز ميه سخنه ليه يعني. خلاص خلاص يا حسن خلاص، معلش لو سمحت. كده يبقى واحد مانجا وميه سخنه. ايوه لام علام 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 علام. حرامي حرامي يا بيه، ده انا بلمع ديزم. مش عايز المعها يا سيدي. مش عايز تلمعها ليه؟ ده انا هرجع لك جديده كانك لسه جايبها امبارح. جديده ايه يا استاذ انت؟ دي ورث من ايام جد. لا انت ما تقوليش جد. بس انا لما يا ابوي ده انت رجلك ميته. دي بتاعت جدي بقى من ايام ثوره 19. خلاص بقى يا حسن ما تضايقش نفسك، وبعدين خلاص بقى وراح لحاله. حسن هو انت كويس؟ زي الفل كمان. لا مش قصدي يعني انت شايفني كويس؟ شايفك كويس. لا اصل تقريبا في عدسه من النضاره وقعت وانت مش واخد بالك. لا وقعت ولا حاجه، اصل العين دي هي اللي بايظه، لكن دي سليمه، اركب لها عدسه ليه؟ صح، ما دي اللي بايظه، دي سليمه، تركب لها ليه؟ توفيق. وحشتني قوي يا حبيبتي. انت كمان. والله انا عن نفسي نفسي اشوفك كل يوم بجد يا حسن. ونفسي اسمع صوتك كل يوم لولا الظروف. ظروف ايه؟ الباقه، ما انت عارفه ما بدفعهاش كل شهر، بدفعها كل 3 شهور. وهو توفير الباقه. ايوه المانجا. ميرسي جدا، شكرا. واتنين شاليمو والمايه السخنه. ايه شكرا، شكرا جدا. متشكرين منك، متشكرين منك، شكرا جدا. ايه بقول لك ايه يا استاذ؟ امرنا يا فندم. الاستاذ اللي قاعد هناك دي متابعنا ومركز معانا قوي، فقول له يحترم نفسه. استني بس، قول له يحترم نفسه بعد ما اقوم اطربعه على دماغه. الاستاذ ده؟ ايوه. حضرتك ده ايه اللي فهمت ايه هنا كده؟ حضرتك ما بيشوفش. اعمى يعني؟ بص صوتك احنا اصلا مش قليله. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي طيب خلاص خلاص، ميرسي جدا، شكرا شكرا. اتفضل. شكرا. في ايه يا حسن؟ صوتك كان عالي جدا. معلش، ما هو يمكن يحس. خلاص بقى، قال لك عنده ظروف. خلاص يا سيد. ناخد دول كده. كويس انهم ما جابوش معلقه. ايه ده؟ توفير توفير. ايوه الورد، ورد يا بيه، فل يا بيه، يا رب تتجوزها يا بيه. يا دي النيله السودة علينا. متشكرين يا حبيبي. ليه يا بيه بس؟ ده الورد جميل، جميل الورد، الورد جميل وله اوراق.
عليها اشواء من الاشواق. هو ايه يا حبيبي واشواء ايه ده كله كمو وبلوي زرقاء؟ يلا حبيبي انجر يا حبيبي. بس يا عم ما تزقش، يلا اتكل على الله. وردي جميل جميل الورد. بس انا كنت عايزه وردي يا حسن. ورد مين؟ انت صدقت ان ده ورد؟ ده جايب حزمتين بقدونس ومفهمنا ان هو ورد. المهم انا كنت عازمك على الغدا النهارده. طيب خلاص، في عشان انا جوعت جدا. عندهم هنا اسكالوب بانيه تحفه. اسكالوب بانيه ايه؟ طيب خلاص خلاص هجيب لك المنيو. لا استني بس، انت فهمتني غلط. انا اقصد ان انا عازمك على الغدا عند امي، اصلها عامله شوربه عدس وشويه طماطم بالثوم يستاهلوا حنكك. حنكك؟ ايوه. حاجه لله يا بيه، ربنا يكرم اصلك يا رب. ثواني يا بيه. الله يخليك يا بيه، والله ده الواحد شقيان ورايا كوم لحم. لا حبيبي فكها لي. ايه؟ فكها لي معلش. فكها لك؟ اه ذنوبك ثواب. حاضر. مية ومية. اقوم. ربنا يخليك يا ابني، شكرا لذوقك. سعد وعاجز النظر. يا دي النيلة السودة، مش هنخلص احنا. الله يسهل لك يا حاج. سعد وبائع الجزر. هو بيقول ايه دي؟ خد مني جزر يا بيه، يعود لك في عينك وعافيتك يا رب. مش عايز. طب بلاش بلاش، خد خد مني حسن المسلم ده. يحصن يحصن المسلم بدل الكتاب بدل الله يسهل لك. الله يسهل لك يا سيدي. طب بلاش بلاش، خد 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 كيس المناديل ده ساعدني بيها بيه، الله يبارك لك، وامسح النضاره النضاره اللي على وشك دي. لا يا سيدي بقى اسمع مني بقى لما اقول لك، روح شوف لك شغلانه يا بارد اللي ما عندكش دم، بدل ما انت شحط كده وطويل كده ولا بوقف عماره. اتكل على الله، اتكل على الله. استنى يا حاج استنى استنى. استنيت ايه؟ ربنا يبارك لك يا بنتي. ايه اللي انت عملتيه ده؟ في ايه؟ انت عارفه ده بيكسب احسن مني ومنك. اقول ايه؟ ما هو انت وامثالك اللي بيخلي الاشكال دي تفضل تعمل كده واكتر كمان. امثالي مين يا مقصف يا معفن انت؟ ده انت الجنيه بيطلع من جيبك يعمل فرح. امثال وانا انا عايز تشربني شوربه عدس وطماطم بالطعم عند امك يا اخي امك. يا نهار اسود بقى، انا على اخر الزمن اتجوز واحد يا نهار. ده انت ده من ايام الملك فاروق، ونضاره عشان عندي تعبانه والعندي سليمه. جاتك القرف يا نهار اسود. انت رايحه فين؟ رايحه فين يا سناسوخي؟ لو سمحت يا استاذ. استنى يا عم علينا، احنا في الدهيه السوداء اللي انا بقيت فيها دي. معلش ممكن سؤال؟ اتفضل يا سيدي. هو مين اللي كان قاعد من شويه بيمرمط بكرامه حضرتك الارض ده؟ هو انا فعلا اتمرمطت خلاص، ما تشوف لنا حد يلمنا الحاجات ديت واخدها وانا ماشي. نهار اسود، انا اللي هحاسب. بتحتل المنوفية المرتبة الأولى في قاموس الأمثال الشعبية والنكت البايخة اللي بتتهمهم بالبخل. وفي آراء فصارت دوت إن أغلب المنايفة بيعملوا في الجيش، باعتبار يعني إن الحياة العسكرية ما بتديش فرصة للتبذير. وفي رأي تاني بيقول إن أغلب المنايفة بيشتغلوا بره في الخارج، فبيكونوا حريصين جدا على فلوسهم. وتفسر إن المنوفي ما بيحبش يحتاج أو يلجأ لحد، إن أعرق العائلات الجمهورية أصلها من المنوفية، وده دليل على ان المنوفي عنده عزة نفسه وكرامة، علشان كده بيحرص على جمع الاموال علشان ما يلجأش لحد. وفي رأي تاني بيقول ان في مدينتين زي تلا ومنوف اهلهم بيشتغلوا في التجارة، فبيكونوا حريصين جدا على جمع الاموال عشان خاطر يستثمروها في التجارة. وفي رأي بيقول ان المنوفي بيحب يصرف فلوسه عليه وعلى اولاده، وده بسبب ان نسبة التعليم مرتفعة جدا في المنوفية، علشان كده بيحرص على جمع الاموال املا في تكوين مستقبل افضل. وفي مراكز زي اشمون ومنوف بتشتهر بالحرص عشان خاطر بيشتغلوا في التجارة، وفي مدينة زي الشهداء بتشتهر بالكرم. وهنا بنلاقي ان الامثال والنكت الشعبيه اللي بيطلقها الشعب المصري زي البخل على المنوفي او الفشر على البورسعيدي شيء مش كويس، ويعتبر سب مسلم، وبيتعارض جدا مع تعليم الاسلام واخلاقه السامحه. في كل مكان في الكويس وفي الوحش، حتى في العصر الاسلامي كان في ناس كويسين وناس وحشين. كلنا بنغلط، وعادي جدا انك تلاقي حد في القاهره بيتصف بصفه البخل، مش شرط على فكره ان هو يكون من المنوفيه.
حسن. نعم. عايز اقول لك حاجة. قولي. اني حبل. بجد؟ هتجيبي لي الواد؟ ان شاء الله يعني ربك كريم. بس افرض يعني جبت. جبت؟ تبقى وجع مطينة بطينة طقك عارين انت وهي من قبل ما تيجي كماني. وده موضوع الحلقة الجاية. استنونا.